اتفضلي حضرتك. ايه ده كمان؟ قرار لعلاج فيروس سي. بس انا ما عنديش ميزانيه للقرارات يا حبيبي، رحلوا 3 شهور. انا حضرتك كنت هعمل كده من نفسي، بس لقيت حاجه مستعجله قوي ما تستحملش التاخير. كام دول؟ 1500 جنيه. قلت لك ما عنديش ميزانيه للقرارات يا عماد. من فضلك مكتب الدكتور عواطف لو سمحت. تعالوا ورايا. ايوه كده، مش تجيب لي ملاليم وتقول لي خدمه انسانيه؟ بالك لو اديتني قد كده 10 مرات هتبقى برضه خدمه انسانيه. هو في حد النهارده بيمضي قرارات؟ خد. شكرا. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير يا اختي. اتفضلي يا بشوات. من دول اللي اتفضلوا. ضيفه سخيفه. معلش انا عارفه اني كان لازم اتصل واخد ميعاد، لكن الحقيقه الموضوع اللي انا جايه فيه ما يعني ما يستحملش خالص لانه مستعجل جدا. عايزه لاشين سيده اعمال. اهلا وسهلا. بتتفضل يا دكتور، مش طلبك خلص؟ اه طبعا. من حضرتك. اتفضل اقعد. تحت امره؟ لا ده حضرتك اللي تامري. عايزه كام؟ فندم؟ ايه عايزه كام دي؟ يعني ايه؟ أنا ست ما بحبش المقدمات والرغي كتير، عشان كده تلاقيني عملية وبراكتيكال. اتفضلي يا سيادتك. إيه ده؟ دي حاجة كده بسيطة مش قد المقام طبعًا. يعني 500 ألف جنيه. 500 ألف كام؟ تحت الحساب. لكن إن شاء الله لما نتفق على الديل اللي أنا جاية لك علشانه هتاخدي قدهم بالظبط. والله ده كلام يخوف، يعني لما مبلغ ضخم زي ده يتعرض على مديرة مستشفى عمومي زي حالاتي يبقى شكل الحكاية كده فيها يعني ان صح؟ بالظبط الليجل. عجباني قوي وانتينا بيها، اصل زي ما بيقولوا كده اليومين دول كل حاجة بقت شمال والبلد كلها ماشية في نفس الاتجاه ده، فيعني احنا اللي هنيجي نعمل فيها يمين. وبعدين زي ما بيقولوا اصلا ما بتفرقش كتير. اها فهمتك، شكلك كده مزنوقه في عضو بشري. جثه كامله يا دكتوره. واني جثه دي اللي تسوي مليون جنيه حضرتك؟ ده لو جثه الاميره ديانا شخصيا مش هتسوي لها اكتر من ربعايا. ها اهم بكتير من اميره ديانا، خصوصا بقى لما تبقى جثة الشيخ رضوان. شيخ رضوان؟ اي بقى شيخ رضوان فيهم؟ شيخ رضوان الحقيقي فيعني جثته طلعت بورق رسمي وتصريح نيابه وتصريح دفن وكل حاجه تمام، اما بقى الحرامي النصاب اللي عامل فيها الشيخ رضوان المجرم ده يعني. يا فندم المجرم اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده مسيره هيتمسك وساعتها موقفك هيبقى صعب جدا صدقيني، انا لانك اكيد مش هتقدري تنكري اعترافاته ولا تهيجي النقابه عشان تحميكي من الداخليه، لان كل حاجه متسجله بشكل رسمي. لكن لو قدرنا بقى نساعد بعضينا وتقولي لنا ازاي حطيتي جثه مكان وازاي قدرتي تخرجيه من هنا قبل ما توصل الداخليه بنص ساعه ومين كان معاه، ساعتها نقدر نوصل له قبل ما يتمسك ويا دار ما دخلك شر. لا النمره غلط على فكره، الدكتور شادي هو اللي الدكتور شادي اتخطف وهو اللي خاطفه، ومش بعيد يكون خلص عليه وكلها يوم ولا اتنين وهيفضلك ويفوقلك وهيرجع لك علشان يصفيكي انت كمان. بيو بيو. وانا ليه هيصفيني بيو بيو؟ امال سيادتك هيسيب الداخليه تمسكك لغايه ما تقررك؟ اشتري نفسك يا دكتوره واشتري سمعتك وفوقيهم كمان مليون جنيه، واذا كنت فاكره ان احنا حكومه وجايين نعمل عليكي كمين والكلام العبيط ده فتبقي بصراحه ساذجه قوي. وايه السذاجه في كده يعني؟ بصراحه لاني عز هانم معاها ملف بكل المصايب اللي سيادتك عملتيها يمكن يجي من 10 سنين واكتر، منها بقى عمليات الاجهاض وتجاره الاعضاء وغيره وغيره، وكلها حاجات تودي سيادتك في 60 داهيه.